طرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفك عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلبها رفقا صلي على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين سو قرني حلقة الشنات كان ميد حلقات كان وهليني برامسكي كوساب سنة مالجرينتا إي حرر كيسا. وحن قد جرني قيبتين وهلين أنواع الاستثمار استثمار كا أما مالجرينتا نوعيديسي إلى أفر قضب أيان وكسو هذا الني قضب كالشنات وحويان استثمار كمركي لو إيغو من حيث تكوين رأس المال. رأس المال كا سمين تيسا، يعني مركي لفيرين رأس المال كا يعني إن لسامي إلين وح مالجين لو سمين ورأس المال إنو جرو مال إبر أه أما ها شق إبر إنت لب اللاب لما مالجين كرأي إيه. مركا وحان إيه كرنا لبا نوعين لكلا سارة مهمة واستثمار كمدا استثمار الإجمالي يوحلو يقانو استثمار السافي. استثمار الإجمالي دبعا وحوين واستثمار كجوت يا استثمار سافي متك وأما نتك أيدها من نظيف، يعني ما التنظيف كأه لباس ونقوم كرا لباس أري ما إن كل أجانه أباهن. استثمار الإجمالي وحليل هذا ومجموع الإنفاق على التكوين الرأسمالي قبل خصم الاستهلاك الأصول، يعني وحلا أورورنا يا إنفاق حي وحلا بحين لها يعني سير لوس سمايو رأس مال إذا أن لقيت شرين وحي كبحي لها استهلاك وحي لاستهلاقين أو لاستعمالي إذا أن لقيت شرين أصوص لقيت شرين. وحلو يقانا استثمار الإحلال والير هذا أو أه حد بوحو كسابسين والير هذا مقدار الإنفاق الاستثماري، يعني وحبيحين تا مالقلين تا وصا يعني لون نسبيي يعني قد بس إساعيتها سي محان كود هذا محين أرين تاس محا مهمة دايد محايتها دبعا مهمة دا أووين محايتها استثماركو بحلو يقانا الإجمالي أما غروس انفستمنتي وحلو يقان معنى هذا وحويان وح الله وحي رأس مال كأه شقدي لقبني وحبا لقبني عملية بالله عملية الإرباح إنتاج وحبا للرهديني وحبا لسو ساري عملية دي وحلو سو ساري ألابت حلو سو ساري وحسك بدلي كران وحسك بدلي كران مارك محر ربا مارك إن لي راد هرطب وح سيقود أهانيت وح أن سمينين أن دب أقول الله بنا قلب كان استعماليني دب أن أقول نقلنا أن استعمالنا قابك قابك دون. طيب ما هي وحاكا دلالة مركة استثمار الأصول الإنتاجية في عملة الإنتاج أن تستهلك هذه الأصول شيئا فشيئا بمرور الوقت. وحلقة عرريا إن وحي لها يسي أصلك إنت إير إن إنت إن لو استعمال أخيرا أي ميشبة كبابا آن مركة ولباتا ولباتاك إما كرت. طيب مركة بني آدم كان هاد إيجير وحي أبهان يهي وحا أو هاي ساي إنو سيهور مريد أدون كنا ما أنت وأكتشين واحد لسكو هاي سو لسكو باب إني إيه قارتها لو كلا جوش عيدا لو جيني جنتالي إيه مراكب دجال إيه ديارة قطر أملو باللو جيني واحد كلا ما هن هو مال بس دلوي دولي ده محد دوني سين يعني مرتي أنا مهنا ما قطر كوجرو معي أنا أنت قطر كوجرو أنا حدود ملين درس منين وح ما كقال كلا يجا حب يجا قالبا أود له محا مواي هذا يعني مرتي إيه هرتاجن تاي ويا سوبريسا ما يمسح حد ديني دنيه بك سهر جدا وحنا دونك نقل دار دعنة ومقصد دونك أنا تاجنة وحنا نقل دار دعنة ومرك الله سبحانه وتعالى ذلك المسلمين تاء وحب بري إني سميسان ملجين دذالان جهد بحيان ضوابط الشرعين أي إلاليان وأنت أن يعني مرتي دراستنا يكون صعب سنادون إن شاء الله تعالى. طيب استثمار السافية أما استثمار ك يعني سافية استثمار السافية وحول نقول كرا وحلو الاستثمار المخزوني وحيابها كيد كأو لما الجلينية أما وحيابها يعني مرتي معمر كأما لا يعني مرت لما الجلين كود السافية أما وحيابها الدبيد يكون كود السافية ينقول كرا استثمار المخزوني وحويان والفرق بين الزيادة في المخزون من السلع تامة الصنع ونصف المصنعة يعني فيني وحيابها أنك أن هاي صنو أو كيد كنوع أم وحيابها أن صو صارنو أو إنتاجك وتقرني سن هذا صالحان محلي شجع ودمن قرش دارك إنه كده ماني وكسي جو أي
أما بلقي يا أنت إيه استعمالين إيش ذلك لقوده كتشرة إنه أنت هي وسبدله وإن بديل لها لمرك وإن بديل يعني واحد هذا العقد تلاقي السمي إلا وتر سنين وهو إيش بديلي كره عن مبت وهو إيش بديلي كره مرك وحنربنا مرك إنا نوجانه ك كان سافي كأ أما نظيف كأ مالجرين تتوصنا إنا أصمينه يعني هرمر أما مستواها أن هايستان إنا كر أقانه سان أنه قرن ذو حايستو ويعني ما رأيت أن يعني ما رأيت أن إبرة تاجنين طيب مركا استثمار يعني رأس مالكي أي رأس مال أي لكني متكل على وجود دري وتداول بارداعي والس نحمر السيجي إلى مركا دب وحي سيب بلارتان أو وحي وح في عن صوصار يوح صوصار في عن لهلا ومستوى الدخل أو دك يعني مهمة وين استثمارك لو سمينا جود هان قال هان استثمار كان سافي كمد من حيث التكوين رأس المالية وحويان dadka maciishadooda kor in loo qaado nolosha in wax laga bedelo caafimaadku waa in wax laga bedelo waxbarashadu waa in wax laga bedelo tiknoolajiyada la isticmaalo waa in la bedelo wax soo saarku wax laga bedelay nasiib darro ana hadana hayso waxay tahay dhul bu ilaahay nasi subhanahu wa ta'ala xoolo bu ilaahay nasi bad bu ilaahay nasi wax aan wax u soo saarna ma haysan makiinada yar iyo motor yar meelaha biye oo dhururuq oo meelaha lagu soo saaray iyo waxaan la orodna معنى ما سمينيس وحي هذا إني كمبنيال أما شركة أما حكومة هلاهاتو أما مؤسسة قار هلاهاتو أما وحي أهاتبا إن يعني مارك تي لهلو بيرهاس إن لمال قريو هاد الجامعة مارك كان تقنو جامعة الصومالي مارك كان تقتد وزارة بيره تعليم تبيره أما علمي بيره وكويريهين وكويريهين ما لا يروا ديك وكويريهين حولها علمي حولها حيوان كان وكويريهين بدأ ونويريه وحصل مرة ووحن أبهرناه الثروات الحيوانية الثروات المائية الثروات الزراعية أما الأرضية وحن أبهرناه وين لكن التخصصات إن الله النوى ونريه كرناه قف كأنه برتواي مال هبل أما جبل هبل أما طول هبل موس وكبحكرة أما سمك بحكرة بمباي وكبحكرة أما كبحكرة طفاع وكبحكرة أما كبحكرة إسمانيس وكبحكرة أما كبحكرة وحص وكبحكرة أما كبحكرة وهكذا يعني إن لها لوين أقول تاس إن لها لوين أد بين معناها يعني ما رأيت جامعة ذها سومالي كجر وحن كبر رجلها إني أرضي بدن أي صوص صارن أو بيرها يحولها يبيها أما بدها كوس كوت يعني وحكة صوص صار كره وح سمين كره إن شاء الله تعالى هدي لها لا يعني ما رأيت أرين تاس مؤسسات أما ضد يسكح القامة أما حكومة جود له لنا أد بيقو قيمة بدن تأيدنا طيب قلبك اللي حدوح ويان أنواع الاستثمار كنغنى من حيث الأس محل الاستثمار أصل كامل محل الاستثمار كمال الله فيري محل الاستثمار كمال الله فيري استثمار حقيقي بونغون كرا استثمار مالي استثمار نبأة يميد مال كلون نسبي أيون نغون كرا استثمار حقيقي محوية أما استثمار اقتصادي نوالير هذا محو نغون كرا حقيقي أما صاد وحلو استثمار وحلقه كرا وحقيقي ومركي مستثمركي أو حق ياشو إنو أصل حقيقي أو هاي استمعنا حول أسد وحلي هذا يعني أسد ريال حول إنه هاس وأسد أوليه سد رول مجرتة بدأ على ذهب سد حرم بيكون ما كرتا يعني ما ركتي مالجين تحقيق ده إنه ليه هيقف كان يجري أما بيرة ما رول بوليه وحليه هي بدأ وكل جوش ماله بك وطال وحليه هي ذهب وعشرا وحين قنا يان وحيابا ما ركتي أباهن إن محمد هذا وحلاج أوجاد طيب أسد حقيقي وحلا وضع كل أصل له قيمة الاقتصادية في حد ذاته وحكى الصو أصل أهان لقيمة اقتصادية في حد ذاته ملك الوفيري وحكى أو مركز وكتل لنا من مركز الاستعمال إنه فائدة لا يهلو مركز مال جلنا لسه ما محل فائدة أما منفعة اقتصادية لا يهلي إذا لو دري وح ما رأيت شغل أهان أم مقارنة بدع عادي أما ما رأيت خد أديك كمقارنة مثلا قف كذا قل ليه هانتي هانتي من جورتا دوليه وأصل عقار عليك رو أصل السهم وأسهم ولا مدة أصل حقيقي مثك هو طبعا والله كره لكن مثك دبوا حليه إن اللهين مثلا لو ترى أصل حقيقي أنا والله تري كره أصل مالي إن اللهين كره أصل مالي إن اللهين كره استثمارك مالي إن محنون كره مرك وفينانشال إنفستمنت محنون كره سيجا وحوة سوق الأوراق المالية سيجار بنو هذا الدنا الأوراق المالية محاكا دلانايا وقفكي ومالجلين تسميني ايا وحو قعانتو كوليا
أصل هنتئة أو أن لكن حقيقيهن أصل مالية أو أن حقيقيهن محوصة مثلا شكل أسهم أما السندات وحلو يقانو أما شهادة إيداع يعني قابك مركان مالية نوع إمادة ونتبين الله تعالى الأسهم السندات شهادة إيداع وقابك حلو مالقلي أيون نقونية أصلك مالية مركا وحو يعني مركتي متالية أما أوتاين يهي مال دبعة أو هايسة أو يعني قفك هايستا مال كاسي أو حق أولي يهي إنو وهيلو مالك حقيقي أو شركة أو كلية هاي فإذا كسو نقونيسة برسنتيج أما واحد ليس لأوجيه فإذا ليس لأوجيه وكلية معنا أما هدي دعضو وحيابه كو إما كرا سوق الأحديث سوق الأوراق المالية وحلو يقان أو يعني مارتي أو ثانوي أما ضدبن يعني أما قيب طلبات وحاكو إما كرا أو مثلا إن وحلا صوص صارا أما حل إيبيا أسيقا عملية وايه وحونا يوليبا أو أن لغو ترين عملية لكن أن نقل ملكية أن يعني ملكي ذيس أن يعني ماري أن ملكي سمينين طيب قضبك اللحات معنى قضبك أصدبعا نوحو نقانا يا حد ماشي قضبك أصحو يهي استثمار مالقلين دبقة ومعنى هذو يهي قفك إنو هايسو لول مقورتاه أنت مقورتاه أو هايسو معنى بديعوين كالدوان أو هايسو الدهب ونسير الروا مركز كيد بيجر معدون كدو ولا يقنا دولة قاب كل ما من وحوى المالي هنتبو لي هاي لكن مركز لسه والأسم أما العك سوق تالويان لكن حقيقة ما نعم مركز لو فيري أما النوع اللي حد استثمارك حنقونه من حيث القضاء المستثمر فيه ما له لما الجلني ما له لما الجلني يا مركز إجناي ما الجلني أنت مسوي قيم السما كرتا الاستثمار الزراعي كو دلك إن بيرة الله تعالى استثمار الزراعي وحوين وحوكو يعني ما كو سابسين وحصوصارك وحصوصارك وحنوان كرا اللبا النباتي والحيواني الزراع مركا لغي هلا ولا ليال أدو فيري النباتي وميرو اما هالنقضو قلي الدقر ايو حلميد اما قيد ميرو ده هالنقضو اما ايا الحيوان حوالها يعني ما لتي يعني ما لقليني وحاكا دالان مركا ان لغي فايديس لوك لوكي درج إن لوجو فائديسه إن محن كل هذا إن دورك كيماها إن لجف فائديسه إن حيوانك أو يعني حيوانك وعن حيوانك لا نقضه حيوانك دور جوتك هذا ما وحالها حيوانك إن هيلب كيسي عاني هيسي لوجرت هيسي تنت هيسي وحيسي لأن لجف فائديس أو فائدة فربضا ماشى سلاجلو أنا تسمو أرجنا أنا إن سمال هذا النهاية حوله إنه ملقي لوجو مسمين أنا هذا ما قاله موسو مركز فيريسو وحذرك إذا ما نتش أنت لو قال حوله كوانا ذا مركز تكت عدد آت وفربنا لو جيلة هأوبنا جيلة لودا جيلة لودا أريج لودا هأوي يرادو لكن جيلة أريج بابلن ويرجع كرتها مركز أنا كل بدينه والله وأعلم دكوا حلو ويدين السوق ليه وعند تسي فسأل بيه خبر نجرنا بلا ويدين لكن سد قياس جود يعني أركي كرو يعني أنا وكهلا يا حولها سمالك سوال قلا ما هيستان فيدور في عن عفمات كود لما كنترول وارعنا هلب كود دقالي ما هيستان ويحي كدب بي لما دقالي بوسكي اي كسوب بناي نيف كان ولا قلي بوسكي سنيفكي كلو جوغي اما انو سوب بيحي لما هاي الهي با اسكم ما مولاني ومدن وامد مسلم الهي با الاني سبحانه وتعالى الهي با يقانا وحنا نكون في عنا سومالي انا وسخ خلدان حتى علم الهي با نوحنا بدباني الهي سو دونا يعني مرتي يعني نوع ما كرسوني إليه وفي عنته لكن وحال يا ربا إنا يعني ما رأيتي أسباب تنا أكون دريت نكي يري محام كوري هذا رتيجي من دبرة ذا مسوا وأسكد إليه من ثلاث سارتا دبرة إليه من ثلاث سارة بالوري رتيجي على دبرة إليه أسباب تنا لإمو هيه إليه من ثلاث سارة سبحانه وتعالى طيب مركا وإن دنعس مركا وحصو سارك بيرها حولها ميرها وإن لصمايا نوع كالوحنا الاستثمار الصناعي استثمار كما ملقلنت ورشده يعني اسم ورجام حوا يعني وحد عكرت ورشدة ما مالي وحلو هذا وحلو رغ المواد الأولية أي وحلو بدل يا إنتاج المواد وعلى صوص صار مثلا وحو وطا مالجين عرس عنده مالجين فضض سدا يمد عرس بق مد عرس من فضض بق مد وح صوص صار أه يمد وح وريجنا مالجين تونك الله هلا الصناعات عنوانه إنه وح عرس أن صوص صار تيشش يوحلم هذا صوص صار ونوع مالجينك وخفيف وين
wax culusna in la soo saaro biro iyo waxyaabo waaweyn iyo baawuro iyo alaba in la soo saaro istikhraaj in wax la soo baxno dhulka wax kala soo baxna inaan xawilno oo aan meel kale geyno ayib waana waxyaabaha waxa loo yaqaana hadda waxaweyn aalaadkan ama qalabkan hadda la isticmaalo ee cusub oo suuqa loo isticmaalo oo loogu talagalay wuxuu noqon karaa almaxalli inaan gudaha u isticmaalno iyo in caalami oo noqdaba qodobka saddexaad oo arrintaas hoosgalay waxa weyaan alistidmaar fii qidaaci alkhadamaat qaybaha adeega adeega guud yani waxa khadamaadka waxa la wadaa waxyaabaha maalan alkhadamaatu tijaariya adeega ganacsi ku saabsan waxbarasho midka ku saabsan caafimaadka midka ku saabsan gaadiidka iyo isgaarsiinta iyo maxaan ku leh xiriirka wax ku saabsan boosooyinka iyo xiriirada dadka la sameynaya dalxiiska midka ku saabsan iclaamka iyo warbaahinta midka ku saabsan maxaan ku leedaa biyaha wax soo saarka biyaha waad garan kartaa biyaha qiimeyn korontada iyo maxaan ku leedaa wadooyinka maaragtay in wax loo sameeyo iyo in meelaha maaragtay sarfu sixiba la yidhahdo iyo meelaha bulsho lagu daryeelo waxaasoo dhan in maalgelin lagu sameeyo oo la yidhaahdo la furo jaamacad iskuul machad markas tacliimi ah markas ama yacni maxaan ku leedaa meel loogu talagalay adeega ganacsiga meel loogu talagalay caafimaadka gaadiidka waxyaabahaasoo dhan in la sameeyo waa qodobo aad muhiima marka qodobkan ah markii nooca loo feeriyay min xayu alqidaac almustathmaru fi meelaha la maalgelinaya saddex qodob aa noogu soo baxday dalagga oo ay soo galeen xataa xayawaanka ay ka mid yihiin iyo warshadaha iyo alkhadamaad yani meelaha adeegyada yani khadamaadka iclaamkii baa ka mid a sina warbaahin waa qayb maalgelin u baahan yani dalxiiskii baa ka mid a hoteelladii baa ka mid a waxyaabahaasoo dhan way soo wada hoosgalayaan ayib qodobka ugu dambeeya anwaacda maalgelinta wuxuu yahay min xayu suyuulat istimaaraat suyuul macnaha suyuula istimaaraatu saa'ila baa lyhahda maalgelin soconaysa maalgelin soconaysa waxaa la wadaa waa si sahlan baa loo qaybin karaa ama loo iibin karaa ama ma loo gaarsiin karaa muruunana way leedahay waa qofka maalgelinta sameynayna ammaan buu qabaa culays iyo mushkila ma dareemaya qofka ammaan buu qabaa culays iyo mushkila ma dareemaya macnaha ayib waxaa tusaale ka soo qaada adawaad alawraaqu lmaaliya wax loo yaqaano awraaqu maaliyana waa noo imaan doona insha allahu tacaala midda laba waxaa alistimaaraatu aljaamida istimaaraat aljaamida maalgelinta oo jaamidka ah macnaha istimaaraatu aljaamida maxay tahay waa midda yacni ay la gaar tahay horta muruuna bay leedahay yacni muruuna yacni waa lala qabsan karaa waxay kale suuragal ah in si sahlan loo iibiyo idan nafirkeeda aan dhahay cafan waxay ka duwan tahay rabaa saa'iladay khilaafsan tahay middaan istimaaraadka jaamidada waxa weyaan saa'ilada bay khilaafsan tahay taa saa'ila waxay ahayday si sahlan baa loola jaanqaadi karaa waana si fudud baa loo iibin karaa laakiin tan waxa weeyaan in la iibiyo in qofka maalgelina inuu iibiyo ama inuu ku tasrufa ama inuu iibiyo ama faa'iida uu ka ama ra'sumaal asal uu ka helayo way adag tahay waa jaamida waa keyro maruuna marina mid aan marina waa aan shaqo kuleen tusaale waxa alcaqaaraad baa ka mid a marka aan dhulka ka hadlayno dhulka aan ka hadlayno dhulka waxaa wax jilcan ma ahan macnaha jalec ma ka wadna in si dhulka la qodayo ama laga hadlayo yacni wax iska fudud maahan caqaarta waxaa dhici kartay isla hadda inaan wax ka faa'iidno inaanan ka faa'iidin had waarid xaafada stateki dadka sameeya ama kambiniyaalka sameeya dabcan waxaa dhici karta inay faa'iidoodii ay muddo gaaban kusoo cistaan waxay dhici karta inay muddo dheer ku qaadato waxaa dhici karta waxaa dhici karta waxbaa dhici kara marka waxaasoo dhan maxay yihiin waxay noqon karaan in maxaan ku yidhahdaa la yidhaahdo qaabka loo maalgeli marka labadan qodob baaay noqonaysaan suyuulatu istimaaraat yacni mid wax la iibin kara oo islamarka faa'iida laga heli kara iyo mid hore laga iibin karin laakiin laga yaaba faa'ida weliba dhulkaan ognahay in maxaan ku yidhahdaa maxaan ku yidhahdaa faa'ida laga suyuuladan aan sheegayna horta maxay tahay ida ereygan suyuula suyuulada dabcan waxa weeyaan waxaad haysataa lacag markaasaad wax kastood u baahan tahay na waad ku heli kartaa saas weyaan suyuula laga hadla intaa weyaan ama waxaa la yidhahdaa an yakuuna ladayka nuquud cindama taxtaaju ilayha iyo alqudratu calaa tawfiir alamwaal inaad heli kartid islamarka aad maalgelin kartid halkaasaa marka anwaacu listimaar aan ugudbaynaa waxaan ugudbaynaa qayb kaloo ah manhaju lislaam fii tasjiic listimaar manhajka islaamka ku saabsan sida uu maalgelinta u dhiirigeliyo islaamka walaalayaal wuxuu dhiirigelinaa maxaan ku yidhahdaa maalgelinta ayuu dhiirigelinayaa si kooban marka qodobada aan ka hadli doona waan tirayna insha allahu tacaala kow islaamka wuxuu ugu yeeray addacwatu lmubaashara listimaar wuxuuba dadka ugu yeerayaa
إن مارجين توس أي سمعان لوا الدعوة إلى العمل النافع ومنع الإعمال غير المنتجة إن ضدك وحصصارك إن شقضة لو برارتي لو لرجلي وحيابها أو احترك ومد أقول له هنا لقيتشوتي يقول لها ما وحنا لسه ما يكره سدح الدعوة للإنفاق وحبحين ضدك وحبحيان يسلم كوي يرها يا مثلا محل بحين يا وحل بحين كو زكاة المال مالك الزكاة على بحين يا زكاة الفطر يعني نفط بالزكاة بحين بشهر رمضان وحل الصدقات التطوعية تذكر التطوع تطوع ويحب بحين يا وعكمة الأوقاف القيرية وبا وحصمينا لول ووقف يا ذلك وكيف إذا سنة وحكمة تشجيع الإقراض إن أما هذا اللي سكو دير قريم يروح لأس أما هي وحلو يقان القرض الحسن هذا مهم أنت ولا ليه بيجي هاد مركب أوتوتيد ولا يبى مرابحة إيو بيع الاستثناء إيو محمود هذا محمود هذا الإجارة المنتجة بالتمليك إيو وحين يكون عرّان أما مضاربة قارقود ووهدي سمايان لكن مرّ قرض حسن ما سمايان يعني. لا أنت هنكون قاضي كل شيء فإذا حرب تكهل لكن أنا العادة اللي فيه دي سعري وقرض عن شيء وفي عنوان أنت أبا وحكم العضايا والهبات عبها إنفاق السهوز قلي الإعمارتي العضايا والهبات إن وحل السسي وحل سكوه بي قولك أفراء السلام كوية روحويان تشريع سياق سياق متعددة للإستثمار حنانا أما قابب كلا الدوان أي السلام كوز جديي مالقينة مركة الله يحالي oo macna waxaan qodobada aan ka helayna waa hadda anaga naftirkeen aan ka shaqeynayno ween waan rabnaa inaan soo gudbino yani dawaabid iyo sharciye iyo qawaaniin iyo xeerar iyo nidaam ayaa loo sheegaya qodobka shanaad waxa weeyaan ad-da'watu ila al-iddikhari wal-iqtisad dadku wuxuu islaamku u yareeyaa in wax uu ka safe gareeyaan wax kaydiyaan iqtisadna wax la dhaxeystaan wa tahriim al-israf had gudb al-aan in la had gudbo islaamku wuxuu xarramaya tasrif wax alla waxaad heesho dhan hal maalin ka dhaxbaxdo أقل ما هو حس، وأنا كفكر تاعي ما أنت وان هاي ساي، أدفيري توكلوا كنا كم سهر جدو، على ثلاث سنة كم سهر جدو، لكن واحد كفكر يسوي، وتكون يعني إسلام كوب براروتشين وحويان ما أنت واد هاي ساتا، لكن بريتو محكوي على كوب قرشيس، محل نظام كوا، محل بريتو تكون مودي محل نقوني عصرنا يمر كلهم وين، طيب، مرك إسلام كحوي يا ريا إنه وحلا كيسدو. wax la haystana la dhadhaxayso caado loo isticmaalo in la wuxud gudbin qodobka lixaad tahriimul iktinazi wa dhamil bukhl iktinaz kanzi ina samayso adoo atira anuu u filin isi haati haati ee manci sudarto adoo ogosha adoo xarabta in wax lagu siiyo laakiin wax ma dhiibaysid bukhilnimadana waa xay khatar in laga fogaado islaamka inta wax xarimay qodobta waxa weeyaan tahriimul riba wa muharabatu wa muharabatu islaamka ribada wax xarimay wuuna la dagaalamay qodobada uu arki doona midna uu arki doona insha Allah ta'ala sideed wax weeyaan nidaamul irth ama dhahay nidaamul irth dhalka dhalka uu nidaami sideed dhalka lagu kale yaal asbaabtiisa shuruudiisa mawaanicdiisa wixiisi maxaa qofkan casabmiya hawaashimiya usulmiya furuucmiya waha kada cilmiga dhalka baa lagu hadlaa qodobka tobanad wax weeyaan tanziimul milkiyati al-aama wal khaasa milkiyada guud ee ummada ka wada dhaxeeyso ama hantida guud wax loo yaqaano iyo مد جارك أو شخص يجلي أي نام بالوسمي ومثلاً نامكم حنقولها تنظيم الملكية الفردية شخص يجا في نامك أولي إن لي عن مرتي حنقول هذا نام لوسمي ملكية أولي شخص يروح بعد نام لوسمي سو أنا صار من سمينا ملكيلي وحاليري منع تملك الثروات العامة وح ممنوعة هنتدي جود قف إنه يش هنتدي جود أنا جوا على إسكاله ويرى هذا وادب الحمى الخاص يعني شرم جارة أما هي عن ما لحرة وجار إن لسمي قولك هو يتمناد الإسلام كو كل رجلين يا مالجلين تا أو المنهج أو وحويان نظام مراق نظام مراقبة الأسواق سوق إن لا إلالنا وحلوه كان الحسبة أنا جانا سيبدرة ما لهن حسبة سوق وح الحسبة حلي هذا كوح أتاجن محنكور هذا سوق هذا صعته خيانة ذا بينتا إذا مارسكا وحبال يعني دردرسينية وحاسو لنا كورتتو بيع اسكو جيبينتا بيع اسكا يعني مالت اسكو فلوسيدا اسكو قاليينتا اسكو لوغوينتاي لا دغالانت وها سو دن مخا مهمس مرك واهم وسائل التي انتجها انتجها الاسلام في تجعيد وسائش مهمسن اسلام كو امري مخان كيره هدا ان مالجين مرك لا هلياي قودبدي امد مد ادلسينا وهي او هوريس وهي تاي وامدا انت ان سو شيغني
والدعوة المباشرة المباشرة للاستثمار دعوة توس يعني ويريد توس أو مالجين تكون سابسًا إن شاء الله تعالى حلقة تنحكتها يعني تاسنا كهل دونا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفك عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي عليك.